اوكي، خلينا نبدو في ماي اوبينيون، خلينا نعاودها ونقولها ماي اوبينيون. سبور كاليستينكس ولا سيت ورك اوت ولا بادي بيلدينغ ولا شكون خير ليك ايوب؟ وش هي اكسبيرينس تاعك اللي درتها في هذا السبور 4 سنين؟ ماي اكسبيرينس، التجربه تاعي في هذا السبور هي نفعني بزاف، وما نقول لكم زعما نفعني بزاف وكوريتو سبور تاع كاليستينكس خير من بادي بيلدينغ، لا مانيش نقولها، راني نقول انا التجربه تاعي كي دايره. انا التجربه تاعي لاحظت باللي كاليستينكس يفيدني خير من ستريت ورك اوت ويفيدني خير من بادي بيلدينغ، على خاطر دخلت تريني واحد شهر بادي بيلدينغ باش نسير الحاله كي دايره وما عجبنيش، على خاطر معظم الصوالح اللي في الماشين ما تساعدنيش. فدرت هذيك بولير فتها كاع ما درت لي والو، قلت غادي نسي نخدم بالباري تاعي ونزيد تدخل في الكورتير خير ما ديك تفي شعراني مجمع مريح ونخدم. هذه ماي اوبينيون. اللي بغيت تخدم بادي بيلدينغ الله يسهل عليك، انا ماي اوبينيون باللي بادي بيلدينغ ما يناسبنيش ليا انا، على خاطر اولا الكور تاعي ما يساعدنيش باش نخدم بادي بيلدينغ، على خاطر تجيني سهله بزاف. هذا يقول لي بصح ايوب تقدر تطلع انت 100 كيلو كيما هكا، يعني كي جاتك سهله بزاف زيد تقل. وانا كلي من ماشي مع هاد الايديا تاع على كنت ما تبقاش دير لما تقدر 80 كيلو يزيد 90 كيلو، قدر 90 كيلو يزيد 100 كيلو، هاد الايديا اللي ماشي معاها، على خاطر انا بروحي الهدف تاعي ماشي باش نولي نقدر نرفد بزاف، الهدف تاعي هي ماستري الكور تاعي باش نقدر ندير اي حاجه بغيتها في الكور تاعي، ماشي انا نقدر نرفد لك 100 كيلو ومن بعد كي نقول لك سي باش تخدم ديبس ما تبقاش دير لي حبه. وكاين بنادم بزاف اللي يديروها كيما هكا، كرشه قد هاك وما يبقاش يديروا بديبس ويقول لي بلي لا انا نقدر نرفد 100 كيلو ونقدر ندير لك صوالع، هذوك انا نمشي معاهم. على كنت باغي تولي كيما هاك الله يسهل عليك. ماي اكسبيرينس راني نقول لك من دروك اللي التجربه تاعي كاليستانيكس تفيدني خير من بادي بيلدينغ. تقول لي بلي اي بادي كنتدخل الحديد غادي تطلع الفورمه خير من الفيد، غادي نقول لك راك غلط غلطه كبيره بزاف، على خاطر معظم الناس اللي ترينو كاليستانيكس ما ياكلوش مليح، ومعظم الناس اللي ترينو بادي بيلدينغ شنو راهم يديروا كيما يقولها فيتنس ولا كيما تبغي تقولها لها، ياكلوا مليح، ياكلوا بروتين معظمهم، مش قول كاع معظمهم ياكلوا بروتين، معظمهم عندهم ريجيم، ومعظم الناس تاع كاليستينكس ما عندهمش ريجيم. غادي نوريك واحد يتريني كاليستينكس وواحد يتريني بودي بيلدينغ، للزوج عندهم ريجيم مليح، تشوف لي عنده كاليستينكس يسيطر على الكور تاعها كيما يبغي وطالع خير بودي بيلدينغ. اذا ما كاش يدير ستيرويد كيما يقولوا لهم حنايا ليباري ولا هذوك سوا صح، هذوك كيما جبا نقربوهم، على خاطر واحد كان يدير ليباري وخدم كاليستانيكس تاني غادي يقول لي قد واحد اللي يدير بودي بيلدينغ، خاطر سبور واحد واحد. الكور تاعك ما يعرفش ديفينونس بين بودي بيلدينغ وكاليستانيكس، الا شوف انت البروغرام تاعك كي دايره، شوف انت ماكلتك كي دايره، على خاطر اولا هي ديبينز اون جيناتيك، ماشي واحد عنده جينات مليحه واحد ما عندها جينات مليحه تقارنهم مع بعض، هي خطيه كاع. جيب لي واحد يتريني بودي بيلدينغ عنده نفس الجينات وواحد يتريني كاليستانيكس ونشوفوا شكون اللي يطلع مليح، وثاني نفس البروغرام تاع الماكله. المهم اني كثرت الهضره، ان شاء الله تكونوا فهمتوا اش معناها كاليستانيكس، اش معناها سيت ورك اوت، اش معناها ويتد كاليستانيكس، اش معناها بودي بيلدينغ والمقارنه بيناتهم، وش هو البروغرام اللي يناسبكم. صح ما هضرتش على البروغرام اللي يناسبكم، اللي بغى يشوف البروغرام اللي يناسبه اش نقولوا؟ روحوا لاشين تاعي تلقى بروغرام اللي يطلعك مليح. واش نقولوا دروك؟ تلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله تكون ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا تاع اليوم، راني هضرت بزاف بصح يليق كل خطره ندير فيديو كيما هكا باش الناس تفهم، على خاطر معظم سكسرايب نيو سكسرايب تاعي ما يعرفش معناها كاليستانيكس، يقرا اي كاليس يقول شنو معناها دي كاليستانيكس. المهم كثرت الهضره، بيس لاقوا فيديو جو ان شاء الله.